بالنسبة لمشروع الكهرباء البحري، هو مشروع الكهرباء البحري أسئل أفريكا كوست يوروب، وعد 2010 فيه الدول الأوروبية و20 دولة إفريقية، ماشي من فرنسا إلى جنوب إفريقيا، ماشي من بنمارك أن فرانس إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا، وطوله 17000 كيلومتر، مر بالدول كاملة ومنها من بينها موريتانيا. وبدأت تشغيل 24 دجنبر 2012، واللي يجيب الكاباسيتي كاملة عن انترنت اللي قالوا لفوا وداتا وكليان المباشرين، زبناء المباشرين شركات الاتصال اللي هم اللي يطلبون احنا يدوروا دو كاباسيتي، نعود احنا نبيعوها لهم، هم يبيعوها للمواطنين. وما شاء الله ما قطعت فيه مشكلة، يكون هذه الانقطاعات اللي تخلق في الكوابل كاملة في العالم كامل، موريتانيا حتى باك اب. كنت متباركه مع الدولة، تعدل متباركين مع مشروعين، قالوا الى لينك يعد يعود عنده محطه في نواديب. هذا سؤال مهم، وش تردد حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، ما هو بذيك الطريقه. هو ما المشكله، ما هي قضيه فريق فني قد يعدل، المشكله قضيه اتفاقيات جميع مجمعات جميع الكواب البحريه في العالم كامل. خارج شيء قال لهم زون مينتنس اجريمنتس، هم اللي تولوا الصيانه في الكابل البحري. مثلا نحن الكابل البحري عندنا كاتر سيجما، 4 مقاطع من فرنسا الى داكار، من الى السنغال، ومن السنغال الى كوت ديفوار، ومن كوت ديفوار الى ساو تومي، ومن ساو تومي الى جنوب افريقيا. نحن في ذاك السيجما 1 اللي من فرنسا شور السنغال، ذي السيجما في فرنسا، في البرتغال، في دول متان. ما علاش يخسر عندهم هما؟ ما يجود طاقم فني عندهم هما، ما يقدروا. الروايه معروفه في اتفاق اصلا كونفنسيون معادلة بيتها مع جهه قالها اكما، هي المتواليه للصيانه. لين تخسر سواء كان فرنسا والله في السنغال والله في موريتانيا والله في البرتغال، هي اللي تدخل، الدوله ما عندها اي علاقه. نفس الشيء خلقنا احنا، لين يخلق المشكل هي اللي عندها بواخر، عندها شركتين تابعات لها، اورانج مارين وجلوبال مارين. اورانج مارين فرنسيه وجلوبال مارين بريطانيه. هو ما هي دول، هي الشركات اللي ممثله للدول. كيف مثلا في موريتانيا في الام تي انترناشونال موريتاني تيليكوم، في السنغال في سوناتيل، في اذا شركات فهم فعلا ميزانيه سنويه للمنتنانس للصيانة، هذيك الميزانية جزء كبير منها يرجع للشركات اللي الأعضاء، معناها لأن لا دونه اللي تعطونا المنتنانس غير ملي خارج ياسر من اللي شارج عندكم انتم، احنا قابضينه ان شاء الله. بالنسبة للصيانة بالكابل البحري، جزء من المتعلق ببارتي مارين، بارتي ماريتيم أكما ينقال، هي كبيرة ينقال. ايس كونسورسيوم ايس هو اللي يدفع التكاليف، واللي يدفع التكاليف اللي طبعا تمشي لمليون دولار. الانقطاعات ما محكم فيها اللي في البحر، المنطقه اللي فيها الانقطاع الاول كان في منطقه صخريه، بالتالي الكابل اللي مطروح اي باتوج قد يجي، وبالتالي قاع ما هو انقطاع، نختار باطن صحيح لان الكابل ما انقطع. خلل فني العادي اللي يمس توجيه باخره والله ايش يسوي شنو، المهم على انه ما انقطع قطعا، غير عاد فيه ثقب كبير يتخلل المس سبب انماص الكتريك وسبب انقطاع الترافيك. المنطقه فيها ان زون داكتيفيتي دو بيش، وشفتوا مشا رسمها رانا بعد شاكرين الحكومه عليها، فيه تعميم بعدين هذيك المنطقه كامله محرم فيها الصيد. هذا مهم جدا للدور ان شاء الله تعالى يقلل من قطاعات كابل المستقبل ان شاء الله تعالى. الله يعلم لا يعود قريبا ان شاء الله، يلا الباخره تمشي لهم ان شاء الله تعالى. المملكه المتحده الله يعلم هم لا يبقى ان شاء الله قريبا ان شاء الله، وتعود الانترنت ان شاء الله. احنا اساسا الاخبار لكابل
تقييم الاضرار ما نعرف على انه قطع عندك يسبب لها غير ما نعرف على ما شاء الله الانترنت خارج موريتانيا، بعدين شركات الاتصال اللي لكم قدوا بعدت قدوا يعدلوا ما بخلوا شيء منهم. متاح فنيا حتى والله فيها اصلا الياف بصريه فهم سيشفوا والله، لانهم دول شركه والله انتم شركات الاتصال الله قاعد كاملين يستخدمون، لكن بعض يتعلق بشركات الاتصال قد يعطوكم جواب اكثر. صحيح الجيل الرابع للاسف تاخر جدا موريتاني قد وقع سبب الجيل الخامس الله يجينا الجيل الرابع بعد، مع انه بعد قد البعض يقول لك لماذا ما نقص مباشره الجيل الخامس، فعلا الجيل الرابع اساسي اساسي عاد يخلق موريتانيا وهل العلم من ناحيه من البنى التحتيه بالنسبه لنواكشوط ووادي البنى التحتيه بعد فيه تقابل الجيل الرابع.